لو وقت كبير بيضيع منك في الانتظار في العيادة أو البنك أو أي مكان بيقدم خدمة، لو بتتخنق من الزحمة وانت مستني دورك، لو خايف من أي عدوى ممكن تحصل لك بسبب التكدس، يبقى الحل أبليكيشن بالدور، لأنه هيساعدك إنك تحجز دورك في الخدمة اللي محتاجها وانت في مكانك، وهتقدر تتابع دورك وتعرف باقي على دورك كام شخص ووقت الانتظار بتاعك. الخدمات بتكون عيادات، مراكز تجميل، بنوك، مغاسل سيارات، معامل تحاليل او حتى شركات الاتصالات وحاجات تانية كتير. لو شايف ان الابليكيشن هيفيدك ويفيد بلدنا ويحمينا من انتشار كورونا، حمل الابليكيشن واعمل شير عشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات.